استكمالا للتروس والديب بوكس هنتكلم دلوقتي على اشكال التروس نفسها. هنا في الاول هنتكلم على اشكال التروس من حيث حجم الترس. يعني اول حاجة ممكن نتعرض لها زي الرسمة اللي قدامي دي، ان ممكن اكون انا عايز اعمل ترس البيتش سيركل ديامتر بتاعته قريبة من قطر العمود، يعني قطر الترس قريب من قطر العمود، عشان كده بنعمل الترس جزء من العمود نفسه حتة واحدة. وبالتالي هنا اي عملية صيانة مينتلنس هنضطر فيها نغير الترس، لازم نغير الترس بالعمود بتاعه، يعني تغيير العمود يتبعه تغيير الترس. لو حصل عيب في العمود هنغير العمود والترس، او لو حصل عيب في الترس برضه هنغير العمود والترس. ودي لما بيكون قطر الترس قريب قوي من قطر العمود. الحالة الثانية لما بيكون قطر الترس، لو كبر قطر الترس اكتر من كده شوية، ففي الحالة دي بنعمله عبارة عن ديسك زي اللي ظهر قدامنا كده. كان عندنا عمود اهو بالاحمر، وبعدين ركبنا عليه الترس الابيض ده. هو نلاحظ هنا الترس اصبح هنا حتة منفصلة عن العمود. ولاحظ هنا في حاجة، هلاحظ ان العمود لما ابص عليه تاني، العمود هلاحظ ان العمود في منطقة بعمل فيها اندر كات بين الكتف اللي هرس عليه الترس وبين القطر هيركب عليه الترس. يعني القطر في قطر هيركب عليه الترس وفي كتف اكبر منه شوية. فعشان كده اهو هنبص نلاقي اهو الترس من ناحية الشمال رسي على كتف. الكتف ده لازم يبقى فينا اندر كات. الاندر كات دي هي ضرورية عشان اضمن ان السطح اللي بين الركبة او العمود، جزء من قطر العمود اللي هيركب عليه الترس والكتف، يكون زاوية قايمة. لان انا لو سبته بالشكل زي ما هيطلع لي من التصنيع، هيطلع لي زي الشكل اللي على ايدي الشمال، بيبقى فيه فلت بين القطر الكبير والقطر الصغير نتيجة عمليات التشغيل، والفلت ده بياخد نص القطر بتاع التيب بتاع المخرطة، بتاع قلم المخرطة اللي هو السن بتاع قلم المخرطة، بياخد نص القطر بتاعه. مثل هذا الترس لابد ان احنا نثبته على العمود. وفي هذه الحالة الترس بتاعي هيبقى قابل للفك والتركيب، بمعنى ان لو حصل فيه عيب ممكن افكه واغيره واركب ترس مكانه، والعمود من هنا مش هيتغير. الاجزاء اللي انا هستخدمها في عملية التركيب هي الاتي. اول حاجة هستخدم المجموعة اللي ظهرت قدامي، بره للسايد سكي، يعني خبور بس الاسطح بتاعته متوازية. ما ينفعش احنا خدنا في الكيز انه في اساسي نوعين، في البارل سايد والتيبر سايد كي، اللي هو الترس اسطح متوازية او ليه سطح بيبقى سطح مايل. ما ينفعش السطح المايل، لان السطح المايل ان هو هيضغط لي على الترس، ممكن يضغط لي على الترس نتيجة الكليرنس بتاعت السلبية بتاعت الكي، فيغير لي يخلي لي الترس يضغط على الترس اللي هيعشق معاه، فيغير لي السنتر ديستنس اللي بين السنتر بتاع العمود ده والعمود المقابل ليه اللي هيبقى عليه الترس اللي هيبقى الميشنج مع الترس اللي قدامي ده. وبالتالي لابد في التروس ان انا استخدم بارل سايد كي، لكن التبر سايد كي ممكن استخدمه في البوليز او في الكلاتشز، يعني في الكبالن او في الكلاتشات او في الطنابير، لكن في حاله التروس لابد بارل سايد كي. عمليه التركيب هتتم ازاي؟ اول حاجه اروح بيخش هنا الكي في مكانه عشان يضمن ان العمود لما يلف معايا الترس، او الترس لما يلف معايا العمود. وبعد كده بروح بدخل بالوشر دي اللي هي الوشر اللي ظاهره قدامنا دي، وبعد الوشر بروح اعمل ثقب ونحط فيه بن، اللي هو البن اللي ظاهر قدامي تحت عندي اللي هو الاصفر دوت، يركب البن ده عمودي بشرط اضمن ان الوشر دي تضغط تعمل لي كتف من ناحيه اليمين يحدد لي مكان الترس ما يتحركش من مكانه. وده اللي احنا بنسميه فيكسد جير، يعني ترس ثابت في مكانه. ده النوع الثاني. طيب لو قطر الترس زاد عن كده اهو، الترس ده ترس نمره 2 اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو كان قطره كبير شويه عن القطر بتاع الترس الاولاني اللي هو كان قريب من قطر العمود. فعشان كده اهو في هنا تصميمين ليه،
تصميمين، دول تصميمين مختلفين، مش مسقط ومسقط جانبي، لا دول تصميمين. التصميم الاولاني اهو الترس اللي هو على الشمال خالص، ده زي اللي احنا شفناه قبل كده، والخطين الحمر اللي هم حوالين السنتر لاين دول بيدوني المجرى بتاعت الخبور اللي بفتحها فيه، والخطين الحمر اللي بعاد عن بعض ده بيديني القطر بتاع الترس الداخلي اللي هو يساوي قطر العمود اللي هو هيركب عليه. ساعات بنعمل الهب الداخليه بنكبرها شويه لما بيكون القطر كبير، وده هنتعرض لها في تصميم الهبس بتاعت في تصميم او اللي احنا بنسميه سره الايه الترس ده الترس. طب لو القطر كبر عن كده بقى نوصل للحاله الايه اللي بعد كده، هي الحاله اللي بعد كده ان الترس لو كبر، او نلاحظ ان الترس بالنسبه لقطر العمود، طبعا قطر العمود هو قطر الايه الفراغ بتاع الهول اللي هيركب فيها العمود، الهول اللي موجوده في الترس من جوه. بعمل فيه هولز اللي هي باللون البرتقالي دي، الهولز دي عشان اقلل من وزن العمود. انا بضطر اعمل ترس كبير شويه. ليه انا بقلل الاوزان؟ هنا الاوزان بتلعب دور كبير، لان الترس عاده الفانكشن بتاعته ان هو بيلف، فالدوران مع الاوزان الكبيره بيعمل تقاماس بتلف بسرعه عاليه. كل ما الماس كبرت كل ما كان السنتريفوجال فورس المترده عنها، ممكن لو حصل فيه عند اي اكسنتريستي السنتريفوجال فورس تبقى عاليه. فعشان كده اهم حاجه ان احنا ايه نحاول نقلل الاوزان بتاعه التروس دي عن طريق ايه الهولز اللي احنا شايفينها دي. ممكن الهولز دي يبقى 4 على 90 درجه، يعني 4 هولز لما بصيت في الجانبي هبص يبقى ايه 4 هولز كل بينهم من بعض 90 درجه، او 6 على 60 درجه، او 8 على 45 درجه، وهكذا. دي اكستند هاب اهو واضحه قدامي اهي، وده اللي هو الترس اللي على اليمين خالص، والترس اللي جنبيه ده ما فيهوش سنت هاب، يعني الترس اللي هو الهاب بتاعته من جوه عرضها هو عرض الايه الترس. دي برضو توضح لي حاجه ان ممكن يكون الترس بتاعي من فوق عرضه مساوي لعرض الهاب، وممكن يكون عرض الترس من فوق اقل من عرض الايه الهاب. ده تصميم ثالث. طب لو كبر القطر عن كده، ده التصميم الرابع اللي هو اللي قدامنا. التصميم هو جير 3 ده، ده اللي احنا شفناه قبل كده بالحالتين بتوعه. التصميم الرابع كبر القطر عن كده، بضطر اعمل ايه؟ بروح عامل فيه اللي احنا شايفينه دون، بقلل فيه. ازاي بقلل فيه؟ ان انا بروح جاي بالمخرطه واشيل جزء من المسافه اللي بين الهب وبين الترس من بره، بشيل المساحه اللي هي الظليله دي بشيلها عشان اقلل التخانه بتاعه الجزء اللي واصل اللي بيوصل بين الهب وبين السنه الخارجيه. لان احنا لو جينا نفكر او بنفكر في الترس على انه عباره عن اسطوانه داخليه اللي هي هتركب على العمود، دي هنسميها الهب، واسطوانه خارجيه او رينج اللي هي المسننه، وبوصل بين الاثنين. هنا انا عامل ديسك واحد هو فيه ده وفيه ده، بس نتيجه الديسك نتيجه ان قطره كبير هيبقى وزنه كبير، فبضطر بعمليه الخراطه بشيل ايه الاجزاء دي، فبعمل بيه الفلوس دي تعتبر كويب كعصب، ولكن احنا بنسميه كونتينوس ويب، يعني ايه عصب مستمر. عصب مستمر ده طبعا لان القطر بتاعه كان هنا اكبر كبير شويه عن قطر الايه العمود. ده الحاله الرابعه. في حالات تانية لو كبر عن كده اهو، لو كبر عن كده ده الترس نمره 5، او الترس نمره 5 لحد دلوقتي وزاد الترس نمره 4، لكن في بعض الحالات بروح جاي اعمل ايه؟ اعمل كمان اتقاب في العصب نفسه، برضو ممكن اعمل 4 اتقاب على 90 درجه، او 6 على 60 درجه، او 8 على 45 درجه في وش الترس، علشان اقلل برضو من ايه من الماتيريال. طبعا كل ما اعمل اتقاب كل ما بشيل ماتيريال، لان الماتيريال دي انا مش محتاجها. فده طبعا بيعمل لي ايه؟ بيقلل لي ايضا من وزن الايه؟ الترس. وبالتالي انا عندي دلوقتي ادي الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. بيلد ان جير اللي هو حته واحده، لو ترس من واحد لو حته واحده مع العمود. ديسك فورم اللي هو حته ديسك، مجرد ديسك ما بعملش فيه اي حاجه، كل ما فيه ثقب خارجي ومتسنن من بره وفيه فتحه للخابور. وبركبه ممكن الديسك دون يكون في الهب بتاعته تكون كبيره شويه او تكون مساويه لعرض الترس. او الديسك اند هول فورم اللي هو بعمل فيه مع الديسك اعمل فيه ايه الاخرام زي اللي احنا عاملينها. دي الثلاث حالات. او الحاله الرابعه
والحاله الخامسه اللي هي ببتدي اعمل ويب بيلد ان ويب، يعني ببتدي اصنع ويب جوه الترس او اعمل بيلد ان ويب ومعاه مجموعه من الثقوب. نلاحظ ان كل ما انا يعني بتحرك من التصميم الاول او من الجير نمره 1 ل 2 ل 3 ل 4 ل 5 ده طبقا للعلاقه بين قطر الترس الخارجي وقطر الايه العمود. لكن الحل الاولاني بتاع بيلدين جيرز دين دي بقدر المستطاع نحاول نبعد عنها لان دي مرتبطه ببعض الايه المشاكل. بالنسبه للارج جير ويلز، فاللارج جير ويلز دي اللي هي التروس بتبقى احجامها كبيره نسبيا عن الانواع اللي فاتت، فدي بنعملها بتعمل اما بالفورجنج او بالسباكة، وده منظر ليها اللي ظهر قدامي دلوقتي اهو. نلاحظ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه خارجيه اللي هي مسننه، وحلقه داخليه او الهب الداخليه، وبينهم مجموعه من الاعصاب. الاعصاب دي ممكن تبقى 4 6 8. واما بقى الثقب الداخلي بيبقى تيبر او ممكن يبقى عدل، ده حسب ايه استخدامه. مثلا لو كان العمود، لو كان الترس بتاع ده هيتثبت في طرف عمود، فبنستخدمه عن طريق بنعمل تيبر في الشافت، وبعدين بنركب له بعد كده نط اللي هي صاموله وورده. ازاي؟ يعني اهو الرسمه اللي قدامي الاولانيه دي فيها ايه؟ تيبر شافت اند هين، ومجرى كي واي، وثريد علشان اثبت بيه الترس. وبالتالي حاجه اول حاجه اروح مركب احط الترس في مكانه بالشكل ده. الترس ده تركب ايه في مكانه. بعد كده هبتدي اروح احط عليه وشر، بدخل عليه وشر ونط، يعني بستخدم الوشر ونط. الوشر ونط دول هيخشوا على الارووس. اول حاجه تروح داخله الايه ايه الوشر كده، وبعد كده وراها الايه النط بالشكل ده. هتبص تلاقي اصبح دلوقتي الصامولة لما باجي الففها، بتروح ضغطة على الوشر، والوشر تروح ضغطة على وش او على القورة بتاعة الهويل، فتفضل تشحط فيها طول ما الصامولة بتلف، فبتحرك الترس الى ناحية الشمال على السلبية بتاعة العمود لغاية لما يشحط فيها شحط تام. وفي هذه الحالة الحركة دلوقتي تتنقل من العمود عن طريق الخبور الى الترس او العكس. لكن ناخد بالنا هنا من حاجة، لما هنرجع كده شوية ونشوف ان هو المنظر ده هو، هبص لاحظ حاجة، هلاحظ ان نهاية التيبر بتاع العمود لازم يبقى داخل تحت التقب التيبر بتاع الايه بتاع الترس، عشان اضمن لما اجي احط الوردة بالشكل ده وبعدين الصامولة تيجي عليها تروح ضغطة عليه على سطح الترس، فيتم عمليه الحبك او الايه الزنق او التايتنج يبقى مظبوط. لان لو العكس حصل، يعني بمعنى اخر لو نتخيل ان القطر بتاع العمود المسلوب دون طول شويه وطلع بره سطح الترس من ناحيه اليمين ب 2 3 مللي مثلا، واجي احط الورده، الورده تروح واقفه لغايه سطح العمود مش سطح الايه الترس، وهجربت بالصاموله هلاقي ان الصاموله ما بتزنقش على حاجه في 2 3 مللي اللي هما الفرق بين طول العمود وبين سطح الترس، مش هيتجمع في مكانه بالطريقه السليمه. يبقى اهم حاجه هنا هو ان نهايه التيبر بتاع الشافت يكون داخل تحت التيبر بتاع الترس، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ما يكونش على العمود في نهايه التيبر في اي كتف، لان الكتف ممكن يمنع الترس انه يتحرك لغايه لما يوصل للوضع اللي ايه اللي يشحط فيه بالفريكشن، لان هنا مثل هذا الحبك ده هنا يعتبر فريكشنال تايتنج، يعني ربط عن طريق ان انا بكون قوه احتكاك بين السطحين التيبر، واحد منهم بتاع العمود والتاني بتاع الترس. ده اول نوع. النوع الثاني شولدر اند، اند نوت. هذه الحاله ادي العمود بتاعي، شكله من هنا، الشكل بتاعه هنا الحروف بتاعته عدله، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش سلبيه، وعشان كده عملت في العمود نفسه في شولدر يعني كتف،
علشان الترس يجي يزنق عليه، وطبعا في مجرة الخابور اللي هيربط بين الترس والعمود بتاعي. وبالتالي لو جيت حطيت الترس بتاعي بالوضع زي ما انا شايفه كده، هلاحظ ان الترس هيفضل يتحرك على الجزء بتاع العمود اللي نفسه قطر اللي القطر الخارجي، القطر الخارجي بتاع العمود مساوي للقطر الداخلي بتاع الهويل بتاعة الجير، لغاية لما تروح يروح سطح الترس، السطح بتاع الترس اللي على الشمال يرسى على الشولدر او على الكتف بتاع الايه بتاع العمود. وبعد كده بتيجي عملية الربط عن طريق استخدام وشر ونط زي الحالة اللي فاتت. فاول حاجة هتروح جاي له ايه الوشر هتركب، وبعد كده يجي وراها الايه النط، وتقعد اربط بالنط لغاية لما تحبك بين الاثنين. هنا نلاحظ حاجة، لاحظ هنا ان الحبك على الترس نتيجة ان انا بعصرها بين الكتف وبين الوردة، في حين في الحالة اللي فاتت كان نتيجة الاحتكاك الوردة كانت بتضغط على الترس. في الحالة اللي فاتت الوردة مع الصامولة كانوا بيضغطوا على الترس عشان يتحرك على السلبية لغاية لما يشحط بالايه بالاحتكاك. يبقى ده نوع تاني من انواع التثبيت. النوع الثالث من انواع التثبيت شولدر اند فيس بليت. ادي عندي العمود هو بتاعي وفيه شولدر هيجي يركب عليه الترس، بعد كده بروح جاي جايب ترس فيه تقوب في القورة بتاعته. يعني الترس ده ممكن يكون فيه تقبين وردة فيها ايه او بليت فيه تقبين، وباقي البليت ده هو بيثبت في القورة بتاعة العمود بمسمارين. باجي التركيب بتاعه بروح جاي مركب الايه اول حاجة الوردة او البليت بتاعي، وبعد كده بيروح داخل ايه الصامولة الاولاني المسمار الاولاني والمسمار الثاني هيروح رابط. نلاحظ حاجة، نلاحظ برضو ان المسمار بيربط في العمود فيضغط، كل ما بربط بالغوص بتاع المسمار بيضغط الورقة او البليت ده بيضغط على السطح الشمال السطح اليمين للترس، فيحبك او يعمل تايتنج للترس بين الشولدر على ايدي الشمال والفيس بليت اللي على ايدي اليمين. وهنا برضو نفس اللي قلناه قبل كده ماشي. هنا هو هلاحظ حاجة قبل ما اركب المجموعة، هلاحظ ايه، هلاحظ برضو ان نهاية العمود داخلة تحت الترس، عشان لما اجي احط الوردة كده هو واربط عليها بالمسمار الاولاني ثم المسمار الثاني تبتدي ايه تقدر تمسك او تحبك على السطحين. لكن لو انا اتخيل ان العمود ده كان طوله بره كان اطول من كده، وبشرط ان كان نهايته خارجه وانا شايفها من بره مش تحت الترس، وهاجي اربط بالبليت والمسمارين، فكان البليت والمسمارين مش هيضغطوا على الايه الترس بتاعي. شوردل جيب هيد كي، هنا بنستخدم هنا الجيب هيد اللي هو نوع معين من انواع الخابير اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يعني برجي اركب هنا الترس بالشكل ده واروح جاي الجيب هيد بتاعي يبقى شكله عامل كده، فابتدي اركبه ازاي، بروح جاي بركبه في مكانه هنا هو، فده بيضغط لي على بيشحط لي الاثنين ايه مع بعض. ولكن هذه الطريقه طريقه ايه غير مستحبه في التروس، وان كنا بنفضلها في حاله البوليز لكن ما بنفضلهاش في حاله التروس، لان هنا عده هو انه ممكن الجيب هيد ده بيبقى فيه سطح منه تيبر ممكن يغير لي في السنتر ديستانس اللي بين الايه السنتر لاينز بتاعه العمودين بتوع الترسين اللي متعشقين مع بعض. طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده على الايه على الويلز الكبيره اللي هي قطرها الخارجي كبير قوي قوي بالنسبه لقطر العمود اللي هتركب عليه. الكومباوند جيرز بقى، لما نيجي نتكلم عن الكومباوند جيرز هلاقي ان الكومباوند جير بيتكون من اكتر من قطعه. يعني مثلا ادي ترسين مع بعض اهم، الترس الاصفر نمره 2 والترس الابيض نمره 1 بقطرين مختلفين. معنى كده دول لما هيتركبوا على عمود هيتركبوا على عمود كجير ترين مكون من 2 بيرز، يعني الاثنين دول هيبقى فيه اثنين هيعشقوا معاهم. لكن الوضع بتاع ده كده معناه ان هذين الترسين دول طالما المعمول في الهول الهول المعموله فيها مجره خابور، معناه ان الترسين دول هيكونوا فيكسد هيكونوا كيد على العمود، دول مش هيتحركوا هيبقوا ثابتين في ايه في مكانهم. ده الكومباوند ايه جير.
ده نوع منه. النوع الثاني بلاقي الاحظ ان الكومباوند جي بيبقى حته واحده، ممكن يبقى حته واحده مع العمود زي الشكل اللي احنا ايه شايفينه قدامنا. يعني ايه لما يكون العمود قصير او هركب عليه الكرسين دول بس، ممكن يبقى شكله زي ما واضح كده ايه قدامنا، على اساس ان الكراسي بتاعتي تركب على اطراف العمود الحمراء اللي على اليمين ولا على الشمال. وناخد هنا في اعتبارنا دايما واحنا بنركب، ناخد في اعتبارنا حاجه احنا اتكلمنا عليها قبل كده، واول بحد اي واحد بيجي يدرس تصميم لازم بياخدها، اللي هي الاعتبارات التصميميه او الديزاين كونسيدريشنز. يعني ان هو الفيلتس ده اللي بين الجزء العمود الحمر مع التروس دي، ناخد بالنا منها ان احنا لازم نلغيها لو كنا هنركب هنا مثلا كراسي بطريقه او بطريقه اخرى. يعني عايز اقول اللي انا عايز اقوله ايه، انا هنا بتكلم على شكل الترس فقط، ما بتكلمش على الاعتبارات الايه التصميميه، لا، لكن دي لازم ناخدها في الايه في الاعتبار. في كومباوند جيت نوع برضو اخر ممكن بيشتغل بطريقه بفلانج ويز فور هولز، يعني بيبقى ترسين مثلا هون وبعدين هنا فلانج باربعه فيها اربع ثقوب. الفلانج الاربع ثقوب دي ممكن تثبت في العمود بتاعي من طرف من اطرافه، والترسين دول يبقوا ايه يعني ك اوفر هاندد كده بالنسبه للعمود، يعني بعد خارج عن البيرنجز. وممكن الترسين دول ايه يشتغل عليهم اي ترسين اخرين بشرط يدوني برضو سرعتين حسب ما يعشق الترس الاولاني مع الرفيق بتاعه، او الترس الثاني مع الترس ايه المناسب ليه اللي على العمود الاخر. ده نوع ثالث من الكومباوند، ممكن يكون فيه ثلاث تروس زي الايه الشكل قدامنا. وطبعا احنا عرفنا ان اقصى حاجه يبقى ثلاث، مفيش اربعه، لان اربعه مفيش كومباوند جير هنعمله اربع تروس، لان هنيجي نعمله اربع تروس لا نعمله نعمل الجير بوكس بتاعه على تو ستيج زي ما عرفنا ايه قبل كده. احنا كنا ناخد اكزامبل على التصميم بتاع جير بوكس. يعني اول حاجه الجير بوكس اللي قدامنا دون ده سنجل ستيج. ليه سنجل ستيج؟ يعني اول لما نبص لهذا التصميم هنقول عليه سنجل ستيج ليه؟ لان عباره عن في عندي عمودين اتنين بس، واحد على الانبوت واحد على الاوت، مفيش انترميديت شافتس، يبقى فعلا سنجل ستيج. تاني حاجه شكل التروس بتاعته كلها من النوع السبير، وبالتالي يبقى سبير انواع التروس بتاعت سبير جيرز. مثل هذه الانواع السبيد ريشيو اللي بتخفضها من 4 لغايه 1 ل 4 لغايه 1 ل 10، دي السبيد ريشيوز بتاعتها. لما نبص على اللوحه او على التصميم هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان البنيوم بتاعي على العمود اللي على ايد، يعني باين في البلان تحت العمود اللي على ايد اليمين، لان هو قطر صغير نقيد نكيد على الشافت، ومن النوع اللي هو بيلد ان، اسف، من النوع اللي هو ديسك متعشق على الشافت، على الشافت بايه بكي، هوش بيلد ان، البينو مش بيلد ان، هو مكتوب بينين، لا طبعا هو مش بيلد ان، هو اكيد على الشافت. وال ال 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 الهويل بتاعتي من النوع اللي هي ديسك، وفيها ريدكشن ويتس ويت هولز اللي هي يعني ديسك عدل، وبعد كده عاملين فيه ايه مجموعه من الهولز عشان نقلل من الوزن بتاعه مع عمل فلانشات برضو. ده الايه انواع الايه التروس. في هنا جلاس اويل ليفل انديكيتور باينه على ايدي الشمال في الاليفيجن من تحت، في المسقط الاليفيجن مش في البلان، في الاليفيجن على ايدي الشمال من تحت. وفي ريليف لللود بيتم عن طريق للاويل، اسف، فتحة زيت على ايدي اليمين برضو من تحت باينه في المسقط الاليفيشن. هنشوف هذا الكلام برضو بالتفصيل. يعني مثلا المنظر اهو، ادي هنا هون، دي اول حاجه، دي اللي هي ايه المكان ده اللي عليه الاويل انديكيتور، المكان بتاع مبين الزيت، باين مستوى الزيت. هنا هو بيبين لي المنطقه دي اللي عليها الخطوط الحمراء دلوقتي دي، تبين لي عمليه الربط بتاع الكفر مع البيز، ولاحظ ان الكفر مع البيز هنا مربوط عند السنتر لاين بتاع التو شافتس عشان يسمح لي ان انا اقدر ابقى شايف الاعمده واقدر اتعامل معاها ايه بسهوله.
طبعا هنا البيز او الفرغة بتاعة القعدة بيبقى ليها تخانة معينة، دي بيبقى طبعا بتتحسب في الديزاين بتاع الهاوزنج، بيتشاب بتتحسب ازاي، ويمكن القيمة بتاعتها مكتوبة هي 0.03 A زائد 3 ملم، وA دي اللي هي مسافة السنتر ديستانس بين العمودين، ده بتاع البيز، في حين بتاع الكفر بيبقى أقل شوية اللي هو دلتا 1 مكتوبة باينة هنا جوه المثلث جوه المستطيل اللي احنا راسمينه حاليا. في هنا هو ويبس، ألاحظ إن إيه؟ إن في عند المكان اللي هي السور اللي بتركب فيها اللي بيركب فيها الشافت بالبيرنج بتاعه في الهاوزنج، لابد أن نعمل في الهاوزنج إيه؟ أعصاب أهو زي اللي باينة كده، زي دي عصب قدامي أهو تحت العمود أو الركيزة بتاعت العمود اللي عليه الهويل، نفس الكلام برضو في ركيزة على إيدي يمين المكان دون، في ركيزة تانية أو في ويب تانية أو ريب تانية تحت العمود التاني، وفي من فوق برضو بالنسبة للعمود الكبير من فوق برضو في الكفر في برضو عصب تاني عند نفس المكان علشان يعمل تدعيم للمنطقة، تدعيم المنطقة اللي بيحصل فيها ايه نقل حمل من الاكس الى اللي هو مش من الجير يعني للشافت للكيسنج او للهاوزنج، وبعدين منه للايه للفاونديشن. في نوع اماكن للتعليق، دي بالنسبه طبعا الجير بوكس لو كان تقيل لازم يكون في اماكن تعليق زي دهيا هوكس زي دهيا، علشان الهوك دوت استخدمه في ان انا ارفع بيه الكفر او ارفع بيه الجسم ككل. في كمان فتحه هنا، دي ممكن فتحه بيان، دي علشان ممكن نصب منها الزيت او لو كنا عايزين بنفتحها بتبقى كبيره شويه ممكن نبص منها نشوف لو في اي حاجه ممكن ايه بالنظر ايه عايزين ايه نشوفها، او باليد بسيطه ممكن نعملها. طبعا الزيت اذا كان بيتضاف من هنا فهو بيخرج من الفتحه اللي في نفس المسقط ده اللي هو الاليفيشن من على ايد اليمين موجوده اللي هو عامل فيها سيكشن دي اللي هي الايه طبه الايه الزيت اللي هي دي، ادي طبه الزيت اهي. وطبه الزيت عباره عن بيبقى مسمار معلوص قصير وفي الاوز في الجسم بتاع البيز بتاع الهاوزنج، ومعاه وبين المسمار دون والجسم بيبقى فيه ورده نحاس عشان هي تاخد التطبيع، بيتقفل المسمار ده هو بشرط ان هي الطبه دي بشرط ان تسمح لي ان انا عندما اكون عايز اغير الزيت بتاع المشين بتاعتي ان انا بفتح الفتحه بفتح المسمار وبعمل عمليه ريليز للايه للود بتاعي للزيت من الجسم. بعد كده لما ببص العمود ده يعتبر ده العمود ده بتاع الداخل بتاع الشافت بتاع الانبوت بتاع الحمل، هبص الاقي ان الاوتبوت عليه طبعا البنيون اللي هو ظهر قدامي اللي هو البنيون، وده يعني ده هو ده الجير الكبير وده الجير الايه البنيون الصغير، والاثنين يمشوا مع بعض وعليهم العمودين بتوعهم او كل واحد منهم راكب على العمود بتاعه كيد طبعا زي ما احنا ايه شايفين، وبالتالي ده فيكسد سبيد جير بوكس يعني بيديني سرعه واحده ما فيش اي تغيير فيها. اللي واضح قدامي ده الكفر بتاع البيرنج، الكفر بتاع البيرنج اللي هو بيغطي لي على البيرنج بتاع العمود بتاع الانبوت، وطبعا في واحد تاني او في اتنين على العمود بتاع الاوت، يعني في واحد على العمود بتاع الانبوت وواحد على العمود بتاع الاوت، دول كلوزد كفر. وفي كفرات تانية بيبقى معمول فيها الفتحات اللي هي وطبعا فيها سيلينج اللي هي موجوده على الاعمده اطراف الاعمده اللي خارجه من الجير بوكس. ادي الكفر اهو، بس طبعا دون من الناحيه اللي هو ده اللي هو الكفر بتاع البيرنج اللي هو فيه الفتحه بتاعه العمود فيه الفتحه بتاعه
الشافت بتاع الانبوت شافت. في جير بوكس تاني اهون، هنلاحظ الجير بوكس دون ده برضو في هنا عمودين، عمود لما بص في البلان كده بس لا بص عمود نازل من تحت لفوق، يعني يعتبر راسي بالنسبه للمسقط دون كده، بالنسبه لمسقط البلان العمود وضعه راسي وعمود افقي. معنى راسي وافقي معناه ان هو هنا هنا عندي لازم يكون عندي في هنا ايه بيفل جيرز عشان يحول لي من الزاويه 90 درجه دي. عمودين اتنين بس يبقى سنجل ستيج. زي ما قلنا العمودين دول متعامدين يبقى لازم هيكون بيفل جيرز. السبيد ريشوز برضه بتبقى تقريبا من 4 ل 10. بينيون اوفر هينجد، نلاحظ حاجه، لاحظ ان البينيون بتاعي مش ثابت كاوفر هينجد، او يعني مش ثابت مش على عمود بين تو سبورتس، لا التو سبورتس بتوعه اللي هو يشيل المومنت بيبقوا على ناحيه ايه واحده، زي ما هنشوف الكلام ده بالايه بالتفصيل. ابص الاقي ادي العمود بتاع الداخل مثلا اهو، ادي حرفه وهلاحظ ان العمود ده هو عليه في نهايته البنيون بتاع البيفل جير بتاعي، البيفل جيرز بتاعتي البنيون بتاعهم، والبيفل جير ده كيد على هذا العمود، وبين البيفل جير وبين الفتحه اللي عليها الدايره دي في كرسيين، الكرسيين دول بينهم مسافه ال، ده عشان كده عشان يشيل المومنت اللي ده يعني متعلق كابل، او ان البيبل جير هيشتغل ككابولي، فطالما انه هيشتغل كابولي فايه لازم بينهم مسافه ال عشان يشيل المومنت اللي هيتولد ايه عند الجير بتاعي عند البيبل جير. وادي العمود بتاع الاوتبوت شافت برضو عليه فرس الجير الثاني او البيبل جير الثانيه وبرضو كيد عليه اهو. ادي المجموعه بتاعت البيبل جير الاولاني اللي هو على الانبوت، ولاحظ فيها اللي هي اللي احنا قلناه ان في عندي كرسيين اتنين بيرنج اهو، حتى رولر بيرنجز وبعد رولر بيرنجز يمينهم في البيبل جير كيد على الشافت، وبالتالي بين الكرسيين في مسافه ال، وبين الكرسي القريب وبين الجير البيتش سيركل بتاعه البيفل جير في مسافه سي. الاحظ حاجه ان في قوه هتتولد على البيتش سيركل نتيجه الميشنج بتاعه الترسيم مع بعض، هذه القوه لما اضربها في المسافه سي هتديني المومنت الناتج من عمليه الميشنج بين الجيرز، القوه التورك اللي هتولد او البندنج مومنت اللي هتولد نتيجه الفورس اللي هتتولد من المشي بتاعت الجيرز اللي هي هتبقى قوه اف اللي هتولد بين الترسين مضروبه في مسافه سي. لكن اخد بالي ان هذا المومنت لابد ان يشيلوا واحد الرياكشنز اللي هتتولد في الكرسيين اي واحده منهم، طبعا هتولد هنا نوعين من تو رياكشنز، واحد فوق واحد تحت حسب اتجاه القوه عشان تعمل لي بالانس. التو رياكشنز دول هعمله كابل مع بعض، التو رياكشنز اللي هتولدوا عند الكرسيين اي ار منهم، قلنا كل رياكشن منه بار، اي ار منهم مضربه في ال هيديني مومنت، المومنت ده اللي هو يبقى ريزيستنج مومنت اللي هيساوي لي المومنت اللي هو سي مضروب في القوه اف اللي هينشا من عمليه الميشنج ونقل البار بالبيفل جيرز. وبالتالي فالاحظ ان هو التركيبه هنا هو ان البيفل جيرز هنا متركب كايه؟ ككانتليفر. اما البيفل جير الثاني ظهر منه جزء اهون، البيفل جير الثاني برضه كده اهو على الشفت، ولكن هي متثبت هنا في وسط تو بيرنجز، وبالتالي كما لو انه يعني كسمبل بي الشافت بالبيفل جير اللي عليه كما لو انه سمبل شافت سمبل بيم. في هنا برضه مبين زيت اويل انديكيتور اهون واضح هنا عندي، وفي ايضا اماكن للتعليق دي عشان استخدمها في ان انا اعلق بيها المجموع الجير بوكس بتاعي في عمليه النقل وعمليه الصيانه. وفي عندي هنا مصامير هي قريبه من البيرنجز،
ودي بيبقى ليها وضع خاص هنعرفه ونعرف تصميمها ازاي في تصميم الهاوزنج بتاع الجير بوكس. وفي مصامير تانية ليها مصامير الربط بين الكفر مع البيز اهي، هي المصامير اللي واضحه ايه قدام دين. وطبعا دي كلها من الحاجات الاساسيات اللي بتبقى موجوده في اي جير بوكس. هنا مصامير القاعده بنسميها بتاعه الفاونديشن اللي بتربط الفلانش، بنسميها الفلانشه التحتانيه خالص اللي هي البيز القاعده بتاعه الجير بوكس، عن طريق الطوب دي بنحط فيها مصامير اجوايت تركب تسبب بيها في الفاونديشن. وطبعا الكونتينر هيكون محتوي الزيت بتاع التزييت بتاع المجموعه. هنشوف دلوقتي مثال وهنشوف ازاي نقدر نتعامل معاه. الراكشن جير بوكس هاز ذا سبيد ريشيوز 5 لواحد 3 لواحد 1.5 لواحد، يعني في 3 سبيد ريشيو از نير از بوسبل، يعني تقريبا. ذا اوت بوت شافت اند انبوت شافت ار تو بي ان لاين، يعني هنا هو عايز يخلي الاوتبوت والانبوت شافت الاثنين على نفس الخط، على خط واحد. and the center distance which is horizontally between these shafts and intermediate shaft is 144 ملم. يعني العمود الانبوت، طبعا الانبوت والاوتبوت على نفس الخط، وفي انترميديت شافت على بعد 144 ملم منهم. all the gears are to be 4 ملم موديول and minimum number of teeth 20، يعني كل التوز دي الموديول بتاعها 4 ملي والمينيمم نمبر اوف تيس بتاعها المينيمم لازم يكون 20، ممكن يكون اكتر لكن ما يقلش عن كده. والنوع بتاعه 20 درجه بريشر انجل. ديترماين ذا سوتابل نمبر اوف تيس اوف اول ذا جير ويلز، يبقى عايزين نحسب دلوقتي عدد الاسنان بتاع كل الايه التوز دي. تاني حاجه مطلوب ايضا اف ذا انبوت باور، لو كانت الباور اللي داخله 45 حصان عند سرعه 2000 ار بي ام، عايزين الجريتست هوريزونتال فورس اكسيرتد اون ذا لي شافت، لي شافت اللي هو الانترميديت شافت يعني اللي هو الوسيط باي ذا جيرز، ونجلكت فريكشن. ادي الجير بوكس اهو، هلاحظ لما نبص من الشمال لليمين، على الشمال عندي في ترس نمره واحد متركب على عمود، والعمود ده متثبت على بيرنج، وعلى استقامته في العمود الاخير اللي هو على ايدنا اليمين اللي هيطلع منه الاوتبوت. وبالتالي الحركه بتاعتها تخش للعمود نمره واحد على الترس واحد، ومن الترس واحد ينقلها للترس اثنين اللي هو على الانترميديت شافت. الترس اثنين ده هينقلها لمجموعه التوس اربعه وسته وثمانيه، اللي ممكن اربعه يتعشق مع ثلاثه، او في حاله اخرى السته يتعشق مع خمسه، او في حاله ثالثه الثمانيه يتعشق مع سبعه، تبقى للسبيد ريشيو اللي انا عايزها من الجير بوكس في هذه اللحظه. والحركه تطلع لي من العمود اللي فوق اللي على ايدي اليمين. واضح هنا ان المسافه بين الجير بوكس بين العمودين الانبوت والاوتبوت وبين الانترميديت شافتس السنتر ديستنس بينهم كام؟ 144 ملم. وبالتالي نلاحظ حاجه هنا في الجير بوكس دوت، ان في اول مرحله من واحد ترس واحد لترس اثنين الترسين دول فيكسد، يبقى دايما العمود الانترميديت انترميديت شاف دوت هيتحرك بسرعه هي متوقفه على عدد السنان بتاع ترس واحد ترس اثنين، ودايما السرعه بتاعته ثابته. ولكن بقى تغيير السرعات بقى هيتم عن طريق الايه؟ في الاستيج الثانيه اللي هو بين الانترميديت وبين الاوتبوت ايه شافت. التروس 1 و3 و5 و7 و2، 1 و2 و3 و5 و7 دول كيد يعني مثبتين، بينما 4 و6 و8 دول هيبقوا موفابل او سلايدنج، وبالتالي 4 و6 و8 دول هيبقوا على السبلاين شافت اللي ايه اللي هو بتاع الانترميديت شافت، هو ده اللي ايه اللي عليه الايه السبلاينز. اهو جير 1 اند 2 ار كونستانت مش جيرز كيد تو ذا شافتس. اهو بنتكلم على هذا الكلام، هو الترس 1 و2 مالهم كونستانت مش جيرز، يعني دايما الاثنين في حاله ايه تعشيق مع بعض، وعشان كده هم متركبين بخوابير على العمود بتاع الانبوت وعلى الانترميديت ايه شاف. دي اول حاجه. تاني حاجه جير 4 و6 و8 ار سلايدنج جيرز
on the spline shaft. يبقى 4 و6 و8 سلايدنج جيرز، يعني ايه تو سبيد ايه بيحصلها سلايدنج على الشافت، وبالتالي يبقى 3 و5 و7 يبقى ايه فيكسد على الاوتبوت ايه شافت. طيب الجير ريشوز اللي هو مديها لي 5:1 و3:1 و1:5:1، لما ابص هبص الاقي ايه، هبص بقى هلاقي ان الجير 3 از سمولر ذان 3 و5 و7، يعني بص للثلاث روس اللي مثبتين على الاوتبوت 3 و5 و7، الثلاث ده هو ده الثلاث ده هو الصغير. يبقى اول حاجه اول نسبه جير ريشيو اللي هي 5:1 هتجيلي منين؟ هتجيلي من 2:1 في 4:3 اللي هو بين ايه المجموعه 1 و2 اللي مكون من الكيرس 1 و2 والمجموعه المكونه من الكيرس كام 3 و4. يبقى عدد السنان دي هنا وعدد السنان دي مضروبين في بعض هيديني اللي هو زد 2 على زد 1 في زد 4 على زد 3، هيديني ايه اول جير ريشيو اللي هي كام؟ 1.5. سكند جير ريشيو هتجيلي من ايه؟ دايما كلها 2 زد 2 على زد 1 في زد 6 على زد 5 بتساوي 3. والمجموعة الثالثة هتجيلي من 2:1 تساوي 8:7. دول الثلاثة سبيد ريشوز. انا عندي السنتر ديستنس بتاعتي 144 ملم. معنى السنتر ديستنس 144 ملم معناها مجموع نصفي القطر القطرين، مجموع نصفي القطرين بتاع اي ترسيم بتاع الشقين بين هذين العمودين لازم مجموع نصفي القطرين دول هيساوي ايه؟ 144. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان لازم يكون عدد السنان، لان عدد السنان تناسب مع نصف الاقطار، طبعا بتكلم عن نصف القطر بتاع الترس، بتكلم على البيتش سيركل راديوس. معنى كده ان زد 1 زائد زد 2 هتساوي، يعني عدد السنان بتاع زد 1 وزد 2 مع بعض تساوي عدد السنان بتاع 3 و4 مع بعض، يساوي عدد السنان بتاع 5 و6 مع بعض، عدد السنان بتاع 7 و8 مع بعض، لان اي ترسيم من الجمعين مع بعض السنتر ديستنس بتاعتهم ايه؟ كل ترسيم اي ترسيم من دول متجمعين مع بعض السنتر ديستنس بتاعتهم ثابته اللي هي 144 ملم. وبالتالي فانا عندي بالنسبه للمجموعه بتاع ترس 1 وترس 2 هيبقى نص القطر بتاع ار 1 بتاع ترس 1 مع نص القطر بتاع ترس 2 مجموعهم مع بعض يساوي 144 ملم. معنى هذا الكلام ايه؟ ما هو نص القطر هو عباره عن ايه؟ القطر على 2، والقطر عباره عن ايه؟ الام في الزد، الام اللي هو الموديول في الزد لعدد السنان. معنى كده ان زد 1 في ام زائد زد 2 في ام هيديني مجموع القطرين، اقسمها على 2 تديني مجموع نصفي القطرين، يبقى زد 1 زائد زد 2 في ام على 2 ده هو مجموع نصفي القطرين، ده بتساوي 144. معنى كده ان زد 1 زائد زد 2 تساوي 144 في 2 مقسومة على الموديول اللي هو 4 ملي هيديني 72 سنة. يبقى معنى كده ان مجموع السنان بتاع زد 1 وزد 2 كام؟ 72 سنة. وبالتالي مجموع السنان بتاع 3 و4 برضه 72، 5 و6 72، 7 و8 72 سنة ثابتة في كله. خطوة اللي بعد كده. طيب ما انا عندي المينيمم نمبر اوف تيس 20. هو قايل لي ما يقلش عن كده. يبقى معنى كده لو انا خدت مثلا زد 1 بتساوي 20 ملم بتاع ثلاث اواني، ومعنى كده ان زد 2 هيبقى بكام؟ بال 72، اشيل منها ال 20 يديني 52 ملم. معنى كده ايه؟ ان السبيد ريشيو بتاعت الجير 1 2 هي كام؟ هي ال 52 مقسومه على ال 20 هديني 2.6. ال 52 على ال 20 هديني كام؟ 2.6. بالنسبه للترس 3 و4 نفس الطريقه. ما هو زد 2 على زد 1 في زد 4 على زد 3 بتساوي ال 1.5 النسبه اللي احنا عايزينها. معنى كده ايه؟ ان ال 2.6 في زد 4 على زد 3 تساوي 1.5. معنى كده ان زد 4 على زد 3 هتساوي 0.57، او معنى كده هو ان انا عندي زد 4 على زد 3 زد 3 زد وعندي زد 3 و4 بيساوي 72، يعني انا بعمل عمليه ايه؟ حسابات عشان اجيب الزد 3 والزد 4، وبالتالي فالزد 4 بتساوي 0.57 الزد 3 من المعادله دي.
يبقى معنى كده هو انا ممكن اقول ايه، ان الزد 4 هتساوي 27 والزد 3 هتساوي 72 ناقص 27 تساوي 45 تيس من شويه المعادلات اللي احنا ايه عملناها قدامنا. يعني كل العمليه ان احنا جبت نسبه من زد 4 وزد 3 وانا عندي عدد السهام بتاع زد، يعني عندي زد 4 زد 3 تساوي 1.5 بتساوي 0.57، وعندي زد 3 زد 4 بتساوي 72. لما انا عندي زد 4 زد 3 وزد 3 زد 4 بتساوي 72، يعني عندي معادلتين في مجهولين هم زد 3 وزد 4، هحلهم مع بعض هجيب ان زد 4 ب 27 وزد 3 ب 45 تيس. وبالتالي الاكشوال سبيد ريشيو بتاعت جي 3 4 هي كام؟ هي 6 من 10. وبالتالي اول سرعه بقى هيديها لي الترس هتبقى اللي هي زد 2 على زد 1 زد 4 زد 3 هتديني 2.6 من 10 في 6 من 10 هيديني ايه؟ 1.56 الى 1، 1.56 الى 1، يعني اتغيرت شويه عن 1.5 اللي هو كان مديها لي. ليه؟ لان انا من الصعب ان اوصل ل 1.5 لان انا بختار السنه، ما ينفعش يبقى سنتين و2 من 10، يعني ما اقولش مقدر، ما ينفعش يبقى عدد السنه 20 و3 من 10 و20 و2 من 10، لا، السنان بيبقى عددها عدد ثابت. وعشان كده بيحصل ايه؟ تغيير بعض الشيء في السبيد ريشوز لما باجي احسب عدد السنان بالطريقه الايه السليمه نتيجه استخدام الايه؟ نتيجه العلاقه بين المديول وبين عدد السنان وبين القطر. بالنسبه بنفس الطريقه بقى بالنسبه للترس 5 و6 اهو، زد 2 على زد 1 في زد 6 على زد 5 بتساوي 3. معنى كده هو ان 2.6 من 10 في زد 6 على زد 5 تساوي 3، يعني زد 6 على زد 5 بتساوي 1.15، وانا عندي ان مجموعهم بيساوي 72، برضو معادلتين احلهم مع بعض هيدوني ان الزد 5 ب 33 والزد 6 ب 39. طبعا الارقام بتاعت الزد 5 والزد 6 لازم تطلع رقم صحيح، يعني ممكن يكون ال 33 كانت طلعت اكتر من كده شويه، 33 1 من 10 و2 من 10 بقربها ل 33، ممكن اقربها ل 34، دي بترجع لي انا. هنا بغيرها بالطريقه اللي تديني الفاريشن بعيد عن النسبة اللي أنا محتاجها تكون أقل إيه ما يمكن. وبالتالي الأكتوال جي الريشيو بتاعت 5 6 هتبقى إيه 1.18. وبالنسبة لتاني سبيد ريشيو للجير بوكس ككل اللي هي زد 2 على 1 في 6 على 5 هتديني 3.07. هكرر نفس الكلام بالنسبة للمجموعة التالتة اللي هي 7 والـ8. أنا عندي نسبة زد 2 على زد 1 في زد 7 على زد 8 بتساوي 5. زد 2 على زد 1 في زد 8 على زد 7 بتساوي 5. يعني عندي انا من هذه المعادله هيبقى زد 8 على 7 ب 1.92، وانا عندي ان مجموعهم الاثنين مع بعض 72 سنه، يعني من المعادلتين دول هقدر اعرف ان الزد 7 ب 25 سنه والزد 8 ب 47 سنه. وبالتالي فالنسبه بتاعت الزد 7 على زد 8 بنفس الطريقه تطلع 1.88. وبالتالي فتبقى ثالث سرعه عندي هتبقى كام؟ 4.38، في حين هي كانت 5. هنا الايه الفاريشن هنا ايه عالي شويه، ولكن احنا مطمئنين. الشافت سبيدز، سبيد اوف انبوت شافت، لو كانت هي الف، احنا عندنا السبيد بتاعت الانبوت شافت 2000 ار بي ام. قال لي ان العمود محطوط على موتور، الموتور ده 2000 ار بي ام و 45 حصان، وقال ده من ضمن الداتا رومنتالي. وبالتالي السبيد بتاعت الانبوت هي ب 2000 ار بي ام. السبيس بتاعت الاوتبوت بقى بتاعتي، اول سرعه اللي هي ان 1 هتبقى زد على زد في زد على زد في ان انبوت، 1 على 2 في 6 على 5 هتديني 909 ار بي ام، وتاني سرعه هتديني 1446، وثالث سرعه هتديني 3939، اما السرعه الرابعه والاخيره فهي 6266 ار بي ام. والحساب بتاعتها ماشيه قدامنا وواضحه، يعني مع عدد السنان بتاع مثلا بالنسبه لان 1 زد 1 وزد 2 عندي، وزد 6 وزد 5 عندي، والسرعه بتاعت الجايه من انبوت لل 2000 بضربهم في بعض واجيب السرعه المطلوبه. عايز اجيب لك البيتش سيركل ديامتر اوف جيرز اللي هو اقطار التروس بتاعتي. انا عارف ان الديامتر بتاع البيتش سيركل ديامتر بيساوي الزد في ام اللي هو عدد السنان لاي ترس في الموديول بتاعه. وبالتالي
فدي واحد انا عندي كلهم، عندي عدد السنان بتاعتهم يعني دي واحد ب20، دي اتنين ب52، دي تلاتة ب45، دي اربعة 27، الخمسة 33، 39، 25، ودي تمانية اخر حاجة ب47 سنة، والموديول باربعة. لما هضرب في بعض هديني اقطار التروس كلها مع بعض. هلاحظ حاجة، لو جمعت دي واحد مع دي اتنين، او دي تلاتة مع دي اربعة، او دي خمسة مع دي ستة، او دي سبعة مع دي تمانية، اللي هما كل ترسين متعشرين مع بعض، لو جمعت الاقطار بتاعتهم هلاقيها لازم تطلع لي ضعف سنتر ديستانس اللي هي 2 في 144، يديني 288. يعني ال 80 زائد ال 208 يديني 288، ال 180 زائد ال 108 هيديني 288، ال 132 زائد ال 156 هتديني برضو 288، ال 100 مع ال 188 هتديني برضو 288، اللي هي ضعف السنتر ديستانس بتاعت الايه الاعمد بين العمودين. دلوقتي عايزين نجيب الماكسيموم جير فورس. احنا عارفين ان التورك اللي بنقلها الجير بوكس بتبقى ثابته، وبالتالي اي وان الفورس اللي بتنتج من التروس هي عباره عن التورك مقسوم على نص القطر، وبالتالي امتى تبقى الفورس دي عاليه؟ لما يكون نص القطر اصغر ما يمكن، وبالتالي عند كل عمود لو شفت عليه اقل نص قطر هقدر احسب عنده قيمه الفورس اللي عندي، لان عند اقل نص قطر هيبقى الار صغيره، هيبقى الاف كبيره، لان عشان يبقى حاصل ضرب الاف في الار مقدار ثابت اللي هو التورك المنيول. الباور، انا عندي الباور بتساوي التورك في الانجلر فيلوسيتي، يعني التورك في اوميجا، والتورك هو الفورس في الديستانس في نص القطر ار، يبقى معنى كده ان الباور يساوي الفورس في نص القطر ار في الاوميجا، حيث اوميجا هي الانجلر فيلوسيتي اللي هي 2 باي ام على 60، وبالتالي فيبقى الفورس تساوي الباور على الار في اوميجا. وبالتالي بالنسبه اول حاجه للانبوت شافت، الانبوت شافت كان عليه ترسين، هو ترس واحد مع اللي هو كان عليه ترس واحد بس رقم واحد، ترس رقم واحد قطره 80 مللي، وبالتالي هيبقى الفورس اف بتساوي الباور اللي هي 45 في 4500 مقسومه على الار اللي هو نص القطر 40 على 10 عشان يبقى بالسنتي، في 2 باي في الار بي ام بتاعتي اللي هي 2000 اللي هي سرعه الموتور على 60، دي هتديني 240 كيلو جرام. نفس الطريقه بالنسبه للاوتبوت شافت، اقل الاوتبوت شافت عليه التروس اللي هي 5 اللي هي التروس الفرديه اللي هي كان اول مجموعتين 1 و2 وبعدين يبقى 3 و5 و7، وبالتالي فالترس 7 هو ده اللي يبقى ايه اقل قطر بتاعه اللي هو 100 ملم، وبالتالي ففي قيمه الفرصه اللي هتنتج عنه اللي هي 45 في 4500 على ال 100 على 10، ال 100 على 10 عشان اخليها بالسنتي، 2 باي في 1447 على 60، 1447 دي اللي هي الار بي ام بتاعت العمود بتاع الاوتبوت لما بيكون متعشق مع الترس الصغير ده، فهتديني القوه الناتجه ب 133.7 كيلو جرام. بنفس الطريقه بالنسبه للثلاث تروس اللي هي السلايدنج والترس اللي هو الفيكسد نمره 2، الاربعه دول اشوف اقل قطر فيهم، اقل قطر فيهم ومنه اقدر احسب. طبعا السرعه عندي بتاعه العمود ده معروفه، لان هي سرعه الداخل لما اضربها في النسبه بتاعه نسبه التعديل بتاعه 1 و2 الترسين 1 والترس 2 يعني، فيبقى السرعه دي ثابته خلاص، لان الانترميديت شافت في الحاله بتاعت ده ملوش غير سرعه واحده، لان الترس واحد والترس اثنين ثابتين دايما في الميشنج مع بعض يعني. وبالتالي هشوف اقل قطر فيهم اللي هو هل هو 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8، القطر الصغير اللي فيهم ده هجيبه، ويبقى عندي الار بي ام احطها مكان ال 147 مثلا في المعادله الاخيره اللي عندي، ومكان ال 100 اللي هي بتاعت الار احط قطر اصغر ترس في التروس اللي على الانترميديت شافت، ومنها اقدر اجيب القوه المؤثره على الانترميديت شافت.